كان صلى الله عليه وسلم له سكة يتطيب منها، نوع من الطيب يتطيب منه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، وهذه سنة الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من الدنيا ثلاث، وذكر الطيب. وكان صلى الله عليه وسلم يتطيب لنسائه، ويتطيب لأصحابه، ويتطيب لأحبابه، ويتطيب أيضا لنفسه، رغم أنه هو الله خلقه طيب مطيب صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الآن يشاع بين الناس أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يسمون أولادهم بمحمد الطيب. طيب، طيب بخلقه صلى الله عليه وسلم، طيب بجسده، طيب بروحه، وأيضا طيب بالأمور المادية. إذا صافح أحدا وافترق عن النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت رائحة النبي صلى الله عليه وسلم في يد الصحابي الذي صافح النبي صلى الله عليه وسلم، وتبقى وقت طويل، يوم وأيام، وربما بعضهم بقي العمر كله يشم آثار النبي صلى الله عليه وسلم في أجزاء جسد لامس جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. نعم.